تكريم الضباط. يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديراً لعطائهم وإخلاصهم. نوط الامتياز من الطبقة الأولى اللواء علاء الدين سليم قبيسي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد مدير أمن أسوان. عميد ماجد راغب ناشد ميخائيل مديرية أمن الغربية. عميد منار مختار حافظ حسن الإدارة العامة لحقوق الإنسان. عميد حازم أحمد محمود خليل الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. عميد محمد عبد الله رجب عبد الباري مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا. عقيد حسن محمد حسن شوكت قطاع الأمن الوطني. يحيى محمود عبد الله سلطان قائد قطاع الشهيد عمرو الغضبان بالإدارة العامة لمنطقة شمال سيناء بقطاع الأمن المركزي. مقدم عبد الوهاب محمد شوقي الرخاوي مديرية أمن شمال سيناء. مقدم تامر محمد حسن عبد الشافي مديرية أمن القاهرة.
الطبقة الثالثة رائد مها ماهر إبراهيم مناع مديرية أمن الشرقية. نقيب إبراهيم السيد الشايب قطاع الأمن الوطني.